خلونا بقى نستقبل تاني اتصال تليفوني ونقول الو. الو. ايوه ازيك يا اسامه؟ الحمد لله تمام، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، انا كنت كلمتك من شويه كده قبل كده بس كنت فاكرني. طب فكريني بالموضوع، صوتك طبعا مميز جدا بس فكريني ايه اللي احنا قلناه او كانت ايه المشكله وهنفتكر باذن الله كل حاجه. يعني انا اللي كنت قلت حضرتك اني كفيفه ومطلقه وكنت حبيت حد بعد كده. ايوه. واختفى من حياتي فجاه. اه افتكرت. بس تأثير الموضوع مكمل معايا مثلا. انا شدني لحضرتك الموضوع ده في الحلقه. بتكلم عن نقطة ضعف. انا بحس ان نقطة ضعف في حياتي بقت مش طبيعية. يعني انا بحس ان اي حد رجعت الناس كتير عشان تعمل لي حاجة. يعني انت قلت لي كلمة نصحتني بيها وفعلا كلام صح. محدش هيعمل لي حاجة ومفيش حد ممكن يقدر يعمل لي حاجة. محدش هيعمل لي حاجة غير انا اللي اعمل لنفسي. بس حاولت مع نفسي ان انا، يعني انا على فكره بعرف اغني زي حضرتك. بعرف اغني. طب حلو حلو. بس الموضوع ما كملش معايا. اها. يعني انا حاولت اطلع في براند قبل كده وحاولت ان انا، طبعا انت عارف حضرتك انا من صحابي الهمم يعني. بس عشان يمكن انا عشان ظروفي فما حدش يعني ما عرفتش اكمل في الموضوع. هو الموضوع صعب جدا اساسا يعني أوي في المطلق. قوي قوي. مع اني بشهاده الناس كتير قوي نفسي حلو جدا واعرف حلوه وصوتي جميل. ما عرفتش اكمل في الموضوع واتأذنت واكتئبت جدا. اني كان فعلا نفسي قوي ان انا ابقى مطربه بجد. انا بحب الغنى جدا. بصي انا اعتقد عشان تبقي مطربه في الزمن اللي احنا فيه ده الموضوع صعب قوي قوي، لان السوق بقى زحمه بشكل غير طبيعي وبقى الموضوع ليه متطلبات كتيره وعايز مجهود ضخم وتفرغ وخلافه. انما انا حاسه ان انا ما فيش حاجه بحبها بتبقى بالنسبه لي بتبقى بتكمل معايا. طب عايز اقول لك حاجه لدرجة ان انا حسيت ان انا في حاجة غلط. لا بصي عايز اقول لك حاجة، ربنا سبحانه وتعالى بيكتب لكل حد حاجة معينة وبيبقى احنا نفسنا في حاجات. يعني مثلا هديكي مثل على نفسي انا، يعني انا كمطرب متواضع مثلا وكنت بحب المزيكا وكنت بشتغل مطرب وكان نفسي ابقى مطرب. ربنا ما ارادش ان انا ابقى مطرب واراد ان انا ابقى مذيع. يا استاذ اسامة انا معايا 3 اوقات ظروفي طبعا صعبة جدا قوي وما تتخيل. يعني ظروفي يعني مش مساعداني ماديا عشان اقدر ان انا يعني اقدر ان انا اربي ولادي وكده. يعني فكل حاجة في حياتي كده مش. طيب ما فكرتيش في الشغل في اي مجال في اي حاجة؟ نعم. ما فكرتيش في الشغل انك تشتغلي في اي مجال او كده حاجة؟ يعني لو في باب شغل مفتوح قدامك. انا كل ما بلجأ لاي حد عشان يعمل لي حاجه ما حدش بيكمل معايا. ببص الاقي الناس بتبقى معايا في الاول هنعمل كل حاجه وبعد كده مش بلاقي حد بيعمل. يعني الدنيا بتبوظ تاني خالص مش عارفه ليه. بحس ان الاعضاء مش بيكمل معايا لدرجه ان انا نفسيتي تعبت ومش عارفه ايه اللي بيحصل. يعني جوازه اتجوزت وطلقت و ما عرفتش اكمل في الغنى بتاعي. ما عرفتش اعمل اي حاجة. يعني حتى الحب كمان ما كملش. حسيت ان انا فاشلة في كل حاجة. لا انتي مش فاشلة في كل حاجة، هو بس كل الحدوتة ان انتي بتتعرضي لتجارب كتير ويمكن الظروف اللي انتي بتمر بيها هي اللي مخلياكي التجارب تبقى اصعب من اي انسان تاني. انما يعني خليني اقولك ان ربنا سبحانه وتعالى ليه رصة في حياتنا جميلة جدا، و ممكن ما ناخدش الحاجات اللي احنا عايزينها ولكن ممكن ناخد حاجات تانية احنا ما نبقاش مقيمينها. يعني زي مثلا الستر على سبيل المثال، ان ربنا ستر علينا ومرتب امورنا. ممكن ربنا يفرحك جدا بولادك وتلاقي نفسك في النهاية ولادك دول يعني فرحوكي وعوضوكي كل الحاجات اللي كنت بتحلمي بيها. ممكن ربنا يفتح لك بدل الباب 1000 باب في حاجات تانية، بس كل الموضوع محتاج منك انك تسيبيله هو المشيئة ان هو يحركك. ساعات بنقول له يا رب انا عايز كذا انا عايز كذا انا عايز كذا، وده ما بيبقاش فيه خير لينا، ما هو مش عايز يديهولنا. وساعات بنقول له يا رب ادينا
اللي انت شايفه كويس اللي انت كاتبه لنا، فيدينا الحاجه اللي نفاجئ في الاخر ان قد ايه كانت جميله وان اختياره لينا كان جميل.